طيب خلي انت حضرتك قلت لي ان الزمالك بدا بالتشكيل غلط. اه ليه؟ اوباما والمسلوسي دولت يعني فردتين نايمين في الترس كله. المسلوسي بيدافع كويس، ما تقوم روح بقى. لا والله بيدافع المسلوسي بيدافع كويس. وربنا جوه، وربنا قال لي ما عندكش ماليش دعوه بقى جوه وبره. انا بتكلم على الهوا يا ابني، انت بتتحوى انت ملبوس التراخر. هو انت تخش هنا الجن يلبسك وانت جاي النهارده عشان تفضحنا؟ اقول يا مش هقول لك حاجه. انت مثلا وحياه مصطفى ما قلت لي ما عندوش فكره. مصطفى مين، اخوه ولا ابنه؟ الاثنين بامانه ربنا. اه لا هو ما لعبش بالزمالك. مش قلت لي؟ قلت لي أيوة. لا وده مكانك لو انت عاوز تلعب والله العظيم. بس هو فعلا بيدافع كويس يا كابتن. هو حد راح حدش بيروح له يا اسلام. ده بيقف غلط، ده بيستلم غلط. لا في كورتين في الشوط الاول. اتكلم انت. لا 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 بامانه ربنا بس احنا بنتكلم. لا والله بيستلم غلط وده مركزك. بيستلم الكره بظهره ماشي، مفيش باك ليفت باك رايت يا اسلام. وما يسبقش على الكوره مش على. لا لا ما احنا قاعدين بنتكلم. خلي بالك كلمه حق. لا 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 عمره ما ياثر عليك. خلي بالك اقول لك على حاجه، انا لو انا كابتن رضا عبد العال او اي حد مدير فني بتقعد تتفرج على كوره. لا امام عاشور، امام عاشور يلعب باك رايت. لو انت عاوز تظبط فريق طيب. نادي الزمالك لاعب امام عاشور باك رايت. مين هيلعب في نص الملعب يا حبيبي؟ ما عندك رؤى، ما تلعب بطريق حامد. صدق بالله مش جاهز يا عم. وحياه ربنا وحياه ربنا اللي مش جاهز طريق حامد ده. النهارده عمل واحده مصر كلها سقفت الراجل في وشه اللي اسمه زيزو وحطها في المدرج. مش شفتهاش دي؟ لا انت كنت جاي في العربيه صح. انا بشوف ان طارق حامد واحد من اهم اللعيبه في نص الملعب ده. براحتك كابتن، كمل يا كابتن ابو ده. يعني فيما يخص حمزه المسلوس، ما انا بقول لك، انا بقول لك هو باك رايت يا اسلام، ما بيسبقش كوره، ما بيستلم دايما بظهره، ما بيعملش كويس. اوفر. لا يا اسلام انا حته، انا محتاج ان انا اطلع. انا دي معاك. في ماتش الاهلي جاب ضربتين جزاء واقسم بالله لولا خرج كان جاب كمان ضربتين جزاء اقسم بالله. فاكر ولا مش فاكر؟ فاكر. هو اللي ركب الاهلي في الماتش. طيب. ده طيب اوباما. لا اوباما ملوش لعب. انا بكلمك اهو، انا فتره من الفترات قلت اوباما ده يعني راكز باليه، لعيب جاي من كوكب تاني في فتره قبل ما يجدد. لا لا ده يعني بالذات بالذات الدور الاولاني لجروس ولا اسمه كان اسمه ايه؟ جروس. الدور الاولاني اوباما كان بيعمل حاجات في الكوره وهميه، واخد بالك؟ طيب وكنت بقول اسباب تراجع مستواه ايه؟ اصل بيلعب حلو ووحش بيلعب، واخد بالك؟ ايوه ما فيش بدائل يا كابتن حبيبي. لا حتى لو حط نفسك مكان فريرا، هو انت عايزه ما يلعبش حمزه المسلوسي ماشي معاه، مش عايزه يلعب اوباما يا سيدي كمان. انا هكمل لك كمان. لا 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 في صالحه. اشرف بن شرقي، اداء اشرف بن شرقي متراجع. ليه؟ لان بقاله اربع ماتشات ما بيلعبش وانت جبته متضرر. لا هو عشان ماشي ماشي ما اختلفتش دي غلطه مين؟ طب استنى، هو سيسي ده لو هو خد الفرص بتاعت سيسي، لو خد الفرص بتاعت اشرف بن شرقي واسلام جابر. بن شرقي يا كابتن رضا. طب هو ولا اسلام جابر؟ يا دكتور فيرا مش مقتنع بيه. هو استنى بس، هو ولا الجزيري؟ لا هو ولا عمر السعيد؟ هو اسلام جابر ما يلعبش في الحته دي مكان اشرف بن شرقي. ده بيلعب ساعات. ايوه ما هو غلط. طيب انا مالي، يبقى اقول بقى للمدير الفني لما يكون عندك لعيب زي ده وانت عايز تجيبه عشان السنه الجايه يشيلك لازم تديله ماتشات تستحمله. هو بالمناسبه فيريرا رافض الاستغناء عن اسلام جابر. ده حقه مدير فني. هو مقتنع بوجهه نظره. لا وجهه نظره. لا ممكن يكون يعني هو كمدير فني. لا هو لا، انا بشوف بقى جزئيه تانية. اسلام جابر بيسد لك مكان اي لاعب في اي مركز، يعني بيلعب باك ليفت احيانا. انت تعرف ان سبب خساره الزمالك، استنى بس، خساره الزمالك بطوله افريقيا ان كان اسلام جابر مش ورد ان اي لاعب. لا معلش لا معلش لا معلش بس انت بتقول لي بيسد. طالما بيسد يبقى قد المسؤوليه. لا يعني بيقدر. طب ما هو انت ساعتها احتاجته من مركز، احتاجته ساعتها ان يلعب باك ليفت. ما كانش موفق انت هتحاسبه على ماتش. طب ما ده بطوله ماشي، ده بطوله كان نادي